فكانت الجبهة الإسلامية، وهي تكوين سياسي عسكري اجتماعي مستقل. تحت اسم الجبهة الإسلامية إذن، أعلنت مجموعة من أقوى وأبرز الفصائل المقاتلة في سوريا اندماجها وانصهارها ضمن جسم عسكري يعد الأكبر حتى الآن على الساحة السورية. جيش الإسلام ولواء التوحيد وألوية صقور الشام والجبهة الإسلامية الكردية وحركة أحرار الشام الإسلامية ولواء الحق وكتائب أنصار الشام هم أبرز الفصائل المنضوية تحت هذه المظلة العسكرية الجديدة، إضافة لفصائل أخرى لم يعلن عنها، تاركني البيان أمر الإفصاح عنها إلى بيان مفصل سيتم عرضه في القريب العاجل حسب ما ذكر البيان. خطوة التوحد هذه كانت مرتقبة من قبل شريحة واسعة من السوريين، إلا أن الأمر الذي بدا مفاجئا فيها أن هذا التوحد أطلق عليه اسم الجبهة الإسلامية، على عكس ما كان متداولا في وسائل الإعلام في الأشهر الماضية عن توحد عسكري سيحمل اسم جيش محمد، إلا أن الاختلاف في اسم هذا التكتل الجديد لا يعتبر جوهر القضية بقدر ما يحمله من أهداف وتوجهات، هذا عدا عن التوقيت الذي حمله الإعلان، خصوصا أنه يأتي بعد أيام قليلة من استشهاد القائد الميداني للواء التوحيد عبد القادر الصالح، والذي شكل استشهاده ضربة موجعة في خاصرة جبهات حلب، كما أنه يأتي بعد أشهر من تشكيل جيش الإسلام الذي توحدت عشرات الفصائل والكتائب تحت رايته، إضافة لأن التشكيل الجديد يتزامن مع حملة شرسة تشنها قوات النظام على المناطق الثائرة وأبرزها ريفي دمشق وحلب، والتي تشهد تراجعا ملحوظا في حركة الثوار، سببها قلة الذخيرة والسلاح من جهة والتفرق وضعف التنسيق بين الفصائل المقاتلة من جهة أخرى. ضمن هذه المعطيات تطرح أسئلة عدة حول العلاقة التي ستربط الجبهة الإسلامية بالجيش الحر وهيئة الأركان تحديدا، وحول علاقته أيضا مع تنظيم دولة العراق والشام، والذي بات يشكل عبئا على الثورة والثوار بحسب ما يراه البعض. ولعل السؤال الأهم الذي ينتظر جوابه الشعب السوري، هل سيقلب التشكل الجديد موازين القوى على الأرض ويشكل توحدا حقيقيا فاعلا ومؤثرا، أم أن هذا التشكل لن يتعدى حدود الكلمات وتغيير المسميات فقط لا أكثر؟ تعالوا كلياتنا نعيد انتمائنا لهذا الدين، ولانا لهذا الدين، وانتمائنا لهذا البلد، حتى الله سبحانه وتعالى تكون معيته معنا وتكون رعايته معنا لما يرانا على قلب رجل واحد.